خميس 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 اليوم انا مستضيف شخص دش جنس اليوم انا مستضيف انجاز جديد للكويت نعم نعم اليوم انا مستضيف شخص اول مره اتقابل معاه ولي شرف اني انا اتقابل معاه والله شرف وشخص لحظه سؤال تراكب كويت دقيقه عندنا ابو كميل قاعد يركب بس يلا ما تشيل انت ليش كل ما تيجي تدش عليها ابو قاعد شوي تروح عند قال ما تيجي المهم نستضيف اكل يعني اكل يعني تاكل تدش لا ليش تدش تاكل عليها المهم ليش مغيم مو مغيم صح ليش الشاشه مغيمه الشاشه بس ترى عندنا التلفزيون ما فيها شيء حطوا افكت هذه افكت يقول زين مستضيفين معانا اليوم شخص كويتي دخل موسوعه جينيس من خلال مسرحيه السيستم عطلان واقف عطلان شنو عطلان بالنهايه ما يعمل بالسيستم لا يعمل ترى قاعد بشكل رسمي وانت قاعد تطيحني حيل زين معانا الممثل والفنان عبد العزيز نصارش كلمنا عن هذه التجربه وفوزكم بدخولكم جينيس لأعلى عدد تذاكر أونلاين انباع خلال فترة كورونا تفضل في البداية أحب أشكركم على الاستضافة والمقدمة الحلوة حبيبي ويعني قعدتك الكرسي هذه بروحها شرف لي وأنا أشوفك تستس يعني تستس صراحة شعور جميل والله التجربة هذه بالذات لها طعم غير يعني كان حزتها الحظر الكلي وكان حزتها عيد واحنا متعودين كل عيد لازم مسرح فلما كلموني محمد الحملي كلمني على التجربه هذه يعني وافقت من غير ما أفكت. كنت خايف دخولك يعني المسرح خلينا نقول المجال بدايه كان في يعني اعتراض من الاهل على دخولي المجال كان في اعتراض هذا شيء طبيعي يعني طبعا شيء طبيعي نعم كعادات وعادات ترى ليش تشيل اعداد كل الحلقات وكل البرامج يعني بداياتك حسن البلام شعني لك خلاص مواجهتك للجمهور الالكتروني حسيت بكهرباء شوي مرات ايه اثناء يعني توجيهكم او عرضكم المسرحيه للجمهور اللي كان حاضر لكم من خلال شاشات الكمبيوتر التلفاز نعم لا الكمبيوتر وايضا التلفازات والشاشات الذكيه نعم ردت فعل الناس كون ان انت الحين العاده الممثل يتغذى على الجمهور نعم نعم والجمهور يتغذى على الممثل نعم شلون تغذيت بالمطبخ ما شاء الله ما شاء الله نعم نعم تمام فعزيز رؤيتك المستقبليه زين عزيز السؤال الثاني مو رؤيه مرشح ولا شنو لا زين جدول عزيز الحين الف مبروك هذا سؤال تفضل هل تلقيت انتقادات خارجيه من منو يعني خارج انا قاعد اتكلم على انجازه انت ليش انت عارف شو انا اخذ الجانب الثاني الجانب الاهم هو ترى جانب واحد قاعد نتكلم فيه ما انت ولدك ثاني. ولا اخوك مثلا لما يصير مرحله الكمال سبحان الله يعني هو والله انا قايل عنده مصطلحات وايد يبي يستخدمها جمل بس يستخدمها الوقت الغالي انا الحين قاعد ابارك له على انجازهم في دخولهم جينيس لبيع اكبر عدد تذاكر خلال فتره كورونا من خلال مسرحيه الكترونيه عرضوها شهر كم؟ شهر شهر خمسة. حلو فاحنا قاعد نبارك له وقاعد نقول له الف مبروك لدخول الكويت جينيس انت الحين شكو تقول عن الجانب الاخر وانتقاد لازم عنده وجهه نظر اكيد يعني شو الانتقادات اللي جاتكم ادري ان الايجابيات اكثر بس السلبيات شنو يعني كورونا سلبيات ما اسال يعني شلون يعني ما اسال يعني شلون يعني شنو سؤالك مكمل انا حاضر انا اليوم موجود انتقاد داش جينيس عشانكم دشيت تعز جينيس زحمه وشوي لا في بالويكند بالويكند زحمه ايام الاسبوع يعني من غير موعد تروح عادي بس ليش تدش على ناس توك تعرفهم وشي تعال ايوه شنو كله بدل لا والله احنا وحيدين كويتيين شاديش بس شاديش دشينا لا بس الف مبروك الله يبارك فيكم اي والله وان شاء الله منها للاعلى حبيبي وجودك ان شاء الله وتجربه جميله اي والله الحمد لله انا امانه شفت
شفت جزء منها بين طفت الكهرباء وانا رد الكمبيوتر كان على الشاحن. هذه مشكلتنا. اي والله هذه مشكله. بس دشيت موضوع جينيس بالدعايات انت. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا. هلا والله هلا هلا ابو بشار. هذا ايش بقول له؟ كيف حالك ابو بشار؟ هذا ايش بقول له؟ ابو بشار وصل. ايه لو كمام اصفر. كمام اصفر. لو كمام اصفر شوف. اوه شفت انا على بالي شو العيل ده؟ شيخ كمام والله الله 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 الله. بيغني بيغني شباب بيغني. يا موالي يغني يا موالي يغني. ابو بشار لحظة قاعد تسوني باي. نعم السؤال عرفت لا شيء شيء جينيس فقاعد يسولفون عني ان شاء الله اي اي مو شاد جينيس اي الحملي دش جينيس اي نعم انا والحملي وايد متان دشوا جينيس على فكره يعني اي شو زحمه اعطوكم شيء زين اعطونا شهاده بس مكتوب عليها اسمي اي ماكو فلوس كونجريجيشن زين زين عبد العزيز النصر زين يو ان جينيس ناو مبروك يعني الحين اذا فتحت شريت المغلف الجديد اسمك هني تلاقي اسمي موجود قول والله والله ان شاء الله وصلاه امك وابوك بس بس دم دم حلف دم حلف كذي الحين مندق عليك مندق عليك من جينيس تعال لا توهقنا صدق منو قال لكم الخبر الشركه المنتجه اللي هو مكتب ريختر ابو نبيل القائمين على العمل اساسا اللي كلموا محمد الحملي على هالفكره ومحمد نفذها هم اللي دقوا علينا قالوا يبا تعالوا يوم السبت عندنا لكم مفاجاه حلو مفاجاه كشخه وانا ما احب يعني كشخه وتعالوا اي يعني كنت ما بروح صراحه زي. ما احب بنت وكشخه ونقعد ما مو مش بس الجو حلو كان فلزموا بشكل مو طبيعي انه لازم تجي لازم تجي لازم تجي لازم تجي فلما رحنا وسووا معنا شيء انترفيو صغير كان يقول لنا انه يعني دشينا جينيس من خلال العمل اكثر بتذاكر فيعني الشعور كان جميل جميل انت الحين يمكن اول فنان كويتي نعم. او يعني من اول يعني ويا المجموعه نعم. اللي دشوا جينيس صح اول فنانين كويتيين يدخلوا موسوعه جينيس هم نحن اي هم نحن لازم الغربيه شو إيه جينيس قاعد صح سمعت يقول هم نحن هم نحن معك واحد يوسف يا معك واحد شنو معك يوسف شوف غالي خالي هو شاف واحد مر برا حس انه يوسف يكلمك اي اسلم زين عندكم بعد اسئله شيء على جنس صاير زين ايش صاير الحين ليش انت على اي اساس افترضت انه وياه واحد في بالاخضر مكتوب يوسف اي منو قال لك انه بالاخضر يعني اوكي لما نشوف احمر يعني على الهواء على الهواء اوكي ايه. اسف وانت ليش ما دشيت جينيس انا دشيت جينيس ها جينيت جينيت يقول ليش جينيت دش جينيت باعتزالي اقل عدد اقل عدد جمهور اقل عدد جمهور الله يبارك تكلم من منو بس انت بقلوبنا يا الله يخليك محفور ترى الدعاية اللي قاعد تسوي عزيزة لا قلوبنا هو جينيس هذا جينيت انت شنو دارك في الموضوع انا ادعي لهم انا شغال ادعية اذبحكم اقطعكم ادعية انا اي والله اي والله زين انت الحين تسكتون اي والله اي والله بنسكت نسكت والله لا ترى مو منك احرجنا لان احرجنا لا مو منك يا شباب لا مو منك زين انا في سؤال يراودني طبعا ايه بس عشان احنا امس طرحنا موضوع الداخليه والسيستم اللي كان عطاه السيستم واقف السيستم واقف عرفت فاليوم هم قالوا انه احتمال الموضوع يستمر لغايه يوم الاحد شنو هذا السيستم مال الداخليه واقف متعطل من يوم الاثنين شوف ها كان قريت المستقبل الواقع اي قريت المستقبل يعني حاكي المستقبل قاعد عشان تشيد عشان جينيس تفضل انزين انزين فاليوم اي اليوم قالوا ان احتمال الموضوع الى غايه يوم الاحد يكون نوعا ما متعطل فاللي عنده معاملات اللي عنده يخلي يحاول ما مو معناته يقول بعض مرات السيستم يبطل مثلا ثلاث دقائق اربع دقائق يستغلوها زين اللي يمشي بالشارع مثلا وصادوه ما يبين انه مطلوب ولا شيء خلي يصيدونك جرب ما ادري انا ما ادري هذه ما ادري عنه لكن لا سيستم معاملات يمكن سيستم معاملات انا قاعد اتكلم تسوق حق مجرمين انت ما ادري فانا اللي قاعد اقوله انه يعني يا شباب اللي عليه قضيط ترى فري ترى شباب فلوها الدقيق ما نقول كذي يعني ما ايش فيك يا ابو كمين سوري يا ابو دار احنا قاعد نتكلم على المعاملات اللي تتم من خلال النت والشبكه العنكبوتيه الخاصه لوزارة الداخلية صح. سواء مخالفات تجديد ليسن تجديد دفتر تحويل إقامة تحويل وهذه الأمور فليوم الأحد إن شاء الله يوم الأحد كل شيء راد طبيعي إن شاء الله يا رب أعتقد بعد خلاص دوامه الحين ما حد قال يعني المجرمين من الأحد قفلوا
اتمنى ان المجرمين يمسكون نفسهم من يوم الاحد. من الاحد دايت، من الاحد مجرمين، من الاحد يعني الاحد دائما تجي بدايه كل شيء زين. نعم نعم. زين الحين تو الامطار الغزيره. الامطار الغزيره. اسال جويره ايش اقول لك. يقولون يوم السبت والاحد سيول. شباب 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 ما عندكم اخبار؟ ما عندكم شيء؟ والله انا معطينا ست اوراق مو ما قال خبر. واحده اكلها واحده عندي. وانت ما عندك اخبار؟ ما عندك شيء زين؟ ما عندي. على الاقل على الاقل سولف عن دوري امس. يعني دوري امس الكويت خسر ايه 3-2 من السالميه. السالميه والله والله بدعوا السالميه امس. والله بدعوا السالميه امس. حسنو مسوي بدع امس والله 3-2. حبيبي انت بعد تسوق لاعبين على اساس انه علباوي يعني. ها تسوق لاعبين العرب. لا صدق والله ترى بدعوا يا ابوي. لاعب زين نقول عنه زين. ما شفت الا هاللاعب كان زين. فنيني فنيني تعور مسكين تعور طار لاسلايت مفروض. والله ما شاء الله هذا موهبه لازم يهتمون فيها جدا. بس لا والله عوره امس عوره يعني حتى نزل اعتذار بال. انا اشوف انا شفت وقاعد اشوف مطالبات بالطرد. انا شفت الفاول لو انا حكم يمكن ما اطرد اللاعب. شلون؟ لان مو وايد واضح ان طاق الريل يعني. علي بتنزل صوره على اساس انه سلايت عادي. فاهم شاف فاهم. بس انا كحكم. هو قصدك انا كحكم ما عندي صور قاعد اخذهم يعني. انا قاعد اشوف اللقطه اللي هي مره واحده. مو يعني مو حاسمه انه لازم طرد. اي يعني سمعت تعليقات الناس بس ما ادري انت شفت. هو انطرد؟ ما انطرد. كان في مطالبات في الطرد. ما انطرد. بس شاله مساعد ندى شي مسكين لانه قاعد يتالم. لا لا طق على الانكل بالضبط رايح له على انكل الريل بالضبط. إيه. لحتى يعني انعكفت ريله يعني من قوه السلايت كان رايح له. وانا ما ادري ليش هالعنف اللي يصير بالمباريات على مباريات نفس كذي يعني مو شرط. إيه. انه انت بهالقوه تدش على اللاعب. إيه. لا وكانت يعني على الخط. إيه. ويم الاوت فكان سهل الاثنين يهطوا كتف. اي فانا عشان كذي اقول لك هو واضح يعني قاعد اشوف الفاول واضح انه مو قاصد انه يطق اللاعب او يعور اللاعب هالشكل. كان نازل يمكن توقيت السلايد غلط كان. بس شوف بقول لك شيء. علي حسين ولاعب محترف ايراني. شوف يعني الطرد صار حق نادي السالمية دقيقة 40 من الشوط الاول. اوكي ما شفت انا بس شفت هاللقطة هذه. ما شفت المباراة. دقيقة 40 مستحق كان عنده انذار ومسكر. ايه. انطرد. في لعبوا 60 دقيقة تقريبا نادي الكويت وهذا وخسروا. صح. يعني تخيل ان نادي السالمية صراحة يعني هم قالوا في امتع واقوى مباريات الموسم كانت امس. شنو سير المباراة شلون؟ كم منو قول قبل؟ شو السالفة؟ السالمية قولوا قولي 2-0. بعدين رد احمد الزنكي 2-1. اوكي. بعدين انطرد اللاعب انتهى الشوط الاول. الشوط الثاني دشوا السالميه قوله جول ليما اللي مال كاظمه قبل الهداف. اوكي عارف. هو قلب دفاع. سجلوا 3-1. اخر شيء سجلوا الكويت 3-2. السالميه. اوكي. الكويت يابو الثاني. يابو الثاني. بس العالميا عاد مدريد امس برازيل 82. ما شفت انا مباراه امس. كان بيزي 2-0 خلصت. اوه كان امس مدريد. اي والله على الانتر. على الانتر ميلان 2-0 كانت مباراه صراحه يعني. اي صدق على طاري العالميه. الله يرحم مارادونا. اي والله الله الحين قاعد تواسي اهله يعني الحين ولا شباب. لا صراحه عاد معلش. لا لا معلش مارادونا يعني من اشهر لاعبين اللي سوى ضجه في الكوكب لغايه يوم موته يعني. حتى الامس اكثر صوره متداوله كانت اللي هي الكره مالت اللي حطها بايده. اي عرفت هي والصوره اللي هو شايل كاس العالم. لا شعار العربي. اتمنى اني اشوفها. صدق في صوره هو ويا لاعبين العربي اعتقد راحوا له او انه كان في شيء مناسبه بالامارات او شيء يمكن. إيه. كان مصور وياهم يعني. شوف بس علي يعني امس معنا يعني محمد الهويدي اي وفنيني اوكي والقلاف الباك اليسار مال السالمية صراحة أمس بدع. هذا مشروع لاعب في بعد صغير لكن باكي صار رقم 17 يمكن. ودشتي اللي هو لاعب النص اللي قول أول جول على لا السالمية صراحة فريق شبابي. لا 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 روحه عالية يعني. أمس كان محمد الهودي ماسك النص للأمانة وعندك خوش لاعب صح. دشتي نسيت اسمه بس منشون دشتي. وعندك القلاف هذا اللي ذاك اليوم انا قاعد اسولف فيه قاعد اقول لكم ان الاهتمام على قولتهم اليدد وابرازهم بالملعب حتى لو ما كان عنده خبره نزله. نعم. خله يروح يلعب خله يحتك مع الكبار.
راح يلعب من قلب راح يبهرك. بس ما نبي المشاكل عليه احنا يعني مشاكل وهواش هذه. ليش ما توجهون تحيه حق غملوش شوفوا ايش مسوي؟ يا سلام عليك يا غملوش يا سلام. يعطيك العافيه غملوش والله يعطيك والله. لا وبعدين حاط اثنين قطر عقال مغترين واثنين صفر. صفور مو صفور يا حبيبي صفور كاجوال كاجوال ما يصير يا كابتن. بس غملوش كاجوال كاجوال صفور لوجو جينس عندي انا ما صدقت اي والله مو صدق. لا والله تستاهل تستاهل انت قلت لهم ضحكت انت تستاهل كخر يا عزوز حبيبي تستاهل اي والله قلت لهم قبل قطه نقولها احنا شنو دعوه جينس دعوه ايش جينس الحين ما راح اقول لك اياها قطها رد عليه قول تقدر نعم بصير ايجابي اي صيري كفو هاي فايف في عندكم تليفون طالما ايش دعوه كذي تبي نظاره قراءه عشان تشوف انه في تليفون في عندكم تليفون قول الو بوسيدوف شنو داقين على البيت يعني داق علينا محترف هولندي يقول بوسيدوف قول الو الو قول الو انت ما عليك الو السلام عليكم وكمل شيك طاعت إيشات أنا كديبي هلا بصراحة هلا بسعود هلا أخوي شلون مكتوب بسيدوف حسبالي بالميلان من قالك شنو هلا حبيبي ترى هو لما قاعد طالع الشاشة على باله بيشوفه ما أدري يا ولد يعني كده إيش شلونكم شخبارك الله يسلمك هلا بسعود مبروك الفوز امس يا ابو كامل مدريد هاردك ترى انت راوي انا امس يعني شعره وشلع التلفزيون من الطوبه شلون انت زينين واهل الانتر كان سيء الانتر كان سيء فعلا مدريد امس البرازيل 82 ها كمل فيدال بعد امس طرد شنو كبروها بالطرد كبال اكبر اكبر بالغ شوي ايه بالغ بس الحكم صمل فيه راح عاد هم شيء عندهم ترى عادي كذي انك تدز الحكم عادي عنده لا لا انت مدريد يا ابو كيمل بعد معروفين دوري ابطال يعني ما خلي ساكت اتفضل انا زاقي معلق على مباراه السالميه والكويت ايه ما كنا قالها امس مساعد نت شايل اثنيني كنا شايل ولده هم ما كان ايه لا إيه. شوف 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 هم اللاعبين هذا تصير وايد ان اللاعبين يشيلون بعض على كتفه يشيله كذا اذا متعود ما كانك سياره نقل يعني سياره ماكو اسعاف يعني ماكو اسعاف ولا نقاله ولا اسعاف في اسعاف ولا شيء لو سياره نقل يعني المصور مكمر يعني زي فر كاميرا ايه الملعب امس ملعب القادسيه ملعب القادسيه ملعبكم ملعبكم حلو بعد طفل كشاف وطفل كشاف طفل كشاف بعد حلو هذا اكيد من المدرب لاعبين بليثات ما شفت سمعت ايش يقول اكيد من المدرب هذا اكيد ما الاداره ما لهم شغل انا ما اتدخل والله يعني لما تجي الدوري الكويتي يعني ما في اهتمام زي اسعاف ما في اسعاف لا اسعاف اكيد في يقول الاسعاف موجوده بس سياره النقاله مالت النادي مو موجوده يمكن مو شاحنينها عيد هذا الشغل قبل هذول يشيلونها واحد سام واحد ورا ما في ما في هذا العبيد حرب العالميه الثانيه مباراه والله شنو هذا شنو ايام هتلر شنو والله العظيم احنا بالعربي عندنا ترى عادي لو لاعبين بالعربي تعطقوا بعض يشيلكم لا العربي هليكوبتر يبون بعد مو تعرف والله اقل ما نقدم اقل ما نقدم المصابين اقل ما نقدم هو يعطيكم الصحه والعافيه الله يعافيك يا ابو سعود سجل ابو سعود الحين سجل اليوم ولا سجل يعطيك العافيه جد جد والله ما في نقاله نقاط لاعبين هذه العاديه مو السياره ما لا موجوده موجوده بس توقع صح ما بها شيء لا الحكم ما راح يلعب اول دريس النادي حبيبي هذا يمون يمون احنا ما نمون هذا يمون تمون كيفك هذا يمون احنا ما نمون ويا حمر انا اخليكم هذا تصدق بالاتحاد انا لما كنت انا تدري من دشيت جنس تغيرت اي ما احس انه يعني فريش اي تفضل تفضل بالاتحاد عندهم سيارة جولف اي هذه اللي كذي هذا اللي كذي هذا كذي يعني الصغيرة هذه اي أرى هاي التمرين ما لي خلقت مرة صراحة تمرين دق اللي هو تمرين اللي هو لياقة لياقة محطات ما محطات تنتقل دي كمين المهم كان أخذ السيارة كان أخذ سيارة الجولف وهو قاعد أدور فيها بالاتحاد عباك يا رايح ينزل وزنك قاعد أدور فيها بالاتحاد زين طاحوا علي جاي يصفوني يعني والله انت مثلا ماكو لياقه باخذ المنتخب شلون بتهجم سياره جولف؟ لاعبين مساكين لاعبين ضغط وهذا توافق وانا بالسياره
تعال تعال. عرفتوا رياضتنا وين كانت بزمان؟ تبي احد يعتزالك بعد لا لا يعني ايام الطفوله. اي طفوله طفوله عمرها 40. لا اعتقد حان موعد الاغنيه اعتقد يعني. شنو الاغنيه؟ ما يبون يقولون خبر يعني. ماشي بس ولا اوراقك انت؟ ما عندي اوراق انا اليوم. اليوم ضيف شرف. اطلع ولا اوراق؟ قاعد مكاني اليوم. يعني كل يوم ما علي ست اوراق شي ايش معنى يعني؟ بريك ورادين بريك ورادين. فهد كميل، عزيز النصار، وبشار الجزاف بالديوانية. سمعتوا؟ سمعنا. شنو قال أحمد حلمي؟ إيه؟ المواصفات بتهرب منه أو بتضيع منه. نعم. إحنا اليوم الخميس والجو حلو والنفسية مرتاحة والنفسية طيبة وأنت داش جنس. نعم نعم. إيه إيه. وقلت هذه. إيه لا أنا عايلك ما راح أهدك. إيه لن أدعك لن أدعك. إيه. إحنا اليوم سؤالنا للناس. وبشكل بسيط على 220 20 90 4 شنو مواصفات الرجل الوسيم بالنسبة لكم؟ هذا ما يحتاج بعد. شوف يسارك وتعرف. والله شوف يسارك ما يحتاج. أبو كمين؟ إي والله. شوف يسارك. طويل القامة. إيه. عريض المنكبين. حلو. ها؟ إيه. لوني لوني كأني برازيلي. شنك؟ إيه يعني لون 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 برازيلي. هو أكيد مو برازيلي بس شنة برازيلي. إيه. زين إيه؟ فسؤالنا حق الناس اليوم فضل. شنو مواصفات الرجل الوسيم لنا او عندنا إيه؟ او بشكل عام يقول بشكل عام ليش عندنا ولنا قول بشكل عام خلصها من الأرض. مواصفاته يعني واضحه إيه؟ يعني إيه؟ ثلاثه قاعدين إيه؟ عزيز النصار اشكر ثلاثه بشار جزاء وفهد كمين وامتن ثلاثه امتن ثلاثه يسالونكم شنو مواصفات الرجل الوسيم اكثر من شي حلقه كوميديه شنو تبون دقوا بس شاركوا استانسوا على 220 20 90 4 علي ما ادري ايش فيه امتعض اي اي امتعض لما احنا سالنا سؤال هذا هل غار لا وابتسم عين يعني كنا نقولوا انا لا بس مو علينا اي لا علي يا برا ما يسالف تعصير قاعد ياكل كنا رايح رحله لا كشته كشته رايح اي معليش معليش احنا ناطرين اتصالاتكم على 220 20 90 4 انا بالنسبه لي الرجل الوسيم اخلاقه اترك عنك السؤال اسنانه يا شباب قاعد باصي بعض او انه يكون ماخذ داش جنس ايه انجازات انجازات ترى صدق مهم يكون عند الريال انجازات صح يعني هذا من صفات وسامته نعم الوسامه مو شكليه شوف انا ثقافيه انا بس خايف من واحد من السؤال هذا ليش؟ والله كل الحسن فيني وربي خلقني ايه جميل وفيني ثنية ومن السمار اللي كسر وجنتين كأني برازيلي مفتح شوية ايه؟ شوية هذا أنا تبي ناكل أنا وكحمة الصينية شوفوا هذا كله قاعد تخربون الوسيم الوسامة الوسامة ايه؟ عشان شي أنتو جي أكل زين على سالفة الوسيم ايه؟ شنو تقصد بالوسيم يعني ملامحة فكرة حلو يعني حلو أخلاقة إيه؟ إنجازاته إيه؟ نعم إيه؟ يعني ترى حتى برا لأن حتى برا إحنا متان قاعد نحاول نواسي بعض إيه؟ متان قاعد نحاول نواسي بعض إنزين ترى حتى برا اللي ملكة جمال العالم أو ملك جمال العالم إيه؟ ما يح... مو على الحالات ترى ها يعني على مثلا أنت كم مرة خذيت ملك جمال العالم ولا أنا إيه خذيتها مرتين متى؟ بس بفريق ايش اقول هذا ايش اقول بالله ايش اقول احاول ارفع فيه احاول دوني تبشير صلبه قريت ما قلت لكم انا غايب ما قلت لكم انا غايب ايش اقول له بالله هذا ايش اقول له انزين ترى هذا نوع من الوسامه انا بوجه كلامي للبنات انا بوجه كلامي للبنات اليوم اللي قاعد يسمعونا الان شنو مواصفات فارس احلامكم وشنو مواصفات الرجل الوسيم انت لا تقول الوسيم انت لا تقول الوسيم فاحنا محتاجين من البنات ان يتصلون علينا ويقولوا لنا والعكس ايضا صحيح شنو مواصفات البنت اللي تبيها انت يا الرجل على 220 20 90 4 ترى رسم البهجه اللي قاعد يسويها ابو كميل ايه؟ نوع من انواع الوسام حلو حلو انزين يعني الحين تخيل واحد جيكر بس دمه ثقيل حلو ودمه ثقيل ما يصير ايش تبي في؟ لا مواصفات طال عمرك شوف ال 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 شوف البساطة هني زين خلينا نقول مع الدم زين خلينا نقول الو حق سلمى سلمى مساء الخير المغبر يا مساء النور والانوار الوسيم في هذا الجو لا يخرج اخ قعدت والله احنا طلعنا مو بيدنا شفت شلون؟ برا غبار؟ عشان شي احنا قاعدين من الاستديو غبرت
مغرب لا المغرب ان شاء الله ماكو شيء عندك اسمها كويتي زين سلمى شنو مواصفات الرجل الوسيم بالنسبه لك او شنو مواصفات فارس احلامك سجل عندك تفضل اسمر اللون عريض المنكبين الله اكبر طويل القامه يلعب بالتضامن لا لا ما له ما له شغل بالرياضه ما له شغل بالرياضه يلعب رياضه بس ما يشجع رياضه حلو ما يشجع رياضه اي انت ليش مع سلمى ليش مع سلمى شو يسمونها متروس المخابي الله مهمه وفي القلب الله صعب تفضلي وايد صعب مو موجود انت مركزه معاي لا ها لازم اللي هي مركزه لازم احنا نسوي نخلطها خلط انجازاته ايش رايك بانجازاته؟ خريج جامعه مرموقه يشتغل في وظيفه بس ممكن تقولي لي شنو نوع الجامعه يعني؟ هارفارد لا 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 هارفارد بس شايفه مشكل ما نبي جامعه الكويت ايوه جامعي جامعي تبين جامعي تدعم ادعم المنتج الوطني فهذه هذه مواصفات فارس احلامك يا سلمى ايه متخرج من جامعه الكويت مخابيه متروسه مخابيه متروسه ماشي ما يشجع الرياضه ما يشجع الرياضه كلش مشكور يا سلمى معك ايمان يا عزيز ايمان مسيكم بالخير مثلك أول شيء سؤال أنتوا الأربعة الحلوين كذي متى تكونون كلكم مع بعض أي يوم عادة؟ أي وقت تبين؟ أي وقت؟ لا لا أبيكم الأربعة لأن في نقصة حلوة لازم توصلكم الرباعي. الله يطول لي عمرك. ما تبي نكلف عليه طال عمرك. ما في كلافة أمانة والله. يوم الأحد. تم أي. الأحد اللي. الأحد موجود. خميس. لا أنا أسمع الاثنين. الاثنين. بس علي موجود. اي وقت تبين لا لا عاد الا علي لا الاثنين السيح ما نقدر الاثنين تم يستاهل 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 علي خالص الاثنين تم الاثنين تم طيب الان بالنسبه لسؤالكم قبل لا اجاوبه بس بقول شيء سريع احنا مجموعه كبيره من نساء الكويت قررنا يعني نسوي تجربه على الانتخابات وكلنا اليوم بنصوت حق جنت الله اه جنت مو انت جنت بس احس قصدك جنت مو جنت خلاص الحين ايوه ابو كميل جنت خلاص ثبت في بالنسبه لسؤالكم قاعد يصير فيه خلط ترى انتوا تتكلمون عن وسامه يعني شيء خارجي ما له علاقه بالاخلاق ولا الانجازات ولا حتى الشهاده شيء خارجي قولي انا والله ودي ولكن ودي صعب قويه شوف احنا كخليجيين صراحه نحب شيء يشد بلاده يعني سمارنا الجسم المعتدل دم ضروسنا احنا الحريم الكرش في شيء صاير صراحه بيض الصعود وصار فهمنا ايمان عرفنا حيل وضحك وايد وضحك الشعر لان للامانه صار معدوم ما ادري ليش بين ريايلنا والله ما ادري شنو المشكله قول يا سامي والله انت خلاص ايمان يعني ما قصرتي طال عمرك بشار عمره ما طلع شعر شوف 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 كل المواصفات اللي قلتيها الحمد لله رب العالمين مو طالعين منها الشكل الخارجي علامه جاذبه اولى لكن لما تقعد مع الإنسان هني يبتدي داخلي وممكن ينمسح الخارجي كله إذا ما في مضمون داخلي صراحة أوكي. الله وهذا عاد هني عاد كلكم تطقون الكل 4-0 الله يسلمك مشكورة إي والله تزرع وداوي إيمان الله يحفظك عاد أنا عائقت ساوية ترى صميم كفو والله بس عرفت ليش تحبين علي لا لا مو والله انا احبه لانه خوش ادمي الله الله بس الله انا قدساويه لان انا كنت لاعبه بالقدساوي بالقادسيه بعد ايام قبل بالقادسيه مو كله من بو كميل عودني على البدليات شنو تلعبين ايمان لعبت لعبتين سله وطايره سله وطايره فوليبول يس فوليبول فوليبول فاليوم احنا معاك يا ابو كميل بالجنت الله يطول والجنت بقى. صار انجاز محلي كويتي خاص فيك نعم. الكويتي ينفع خلاص تم مشكوره مشكوره ايمان قواك الله معاك ريم يا ابو كميل ريم هلا والله هلا ريم شلونك تمام الحمد لله ريم ليش يسمونك ريم الفلا ما شنو
ما حد سماها انت تو قلت ما حد تكلم في اغنيه ما ادري شنو ما ادري والفلا يا ريم الفلا يا فلا هي والله الفلا 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 اي تفضل يا ريم زين الوسيم مواصفاته لو متسمت بها وصفات فارس احلامي إيه؟ اوكي يكون وسيم جميل معضل معضل يعني الحديد طلعنا منها ان شاء الله تفضلي من اول كلمتين طالعين بعدين شنو الوسيم يعني شنو مواصفات الوسيم يكون جميل يعني يكون ابيضاني اوكي طلعت منها من قبل لحيته سوداء كثيفة يعني لحيته شنو بتكون للحين اوكي تفضلي اوكي بس مجسم شنو قاعد صعبينها على العزوز والله داش نادي صار لي شهر بس مو ضابطه معي تفضلي يكون انيق في لبسه يعني يطلع وهو كاشخ مو انه يلبس كذا مهدلي ويطلع لا اناقه ايه وصلت خير قولي وما يكون مكرش حول الخط ايه تفضلي ويحب السفر وما يكون بخيل يعني احنا نقول ما يكون لطة يعني عندنا بالامارات ايه 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 تمام يا ريم يعني قواك الله قواك الله بس وضحت وما ولا احد فينا مشكوره انتوا ليش تبون احد فينا ما ادري ليش تبون احد فينا هلا عبد الله الو مرحبا يا مرحبا الساع مرحبا الساع مرحبا لهان اخبارك الله يسلمك يطول بعمرك يا هلا باهل الامارات اهلين فيكم والله يا مرحبا بكم يا هلا وغلا يا مرحبا من وين من الامارات عبد الله من ابو ظبي الله والله 30 نعم اي والله برك الساعة مرحبا مليون ولا يسد في ذمتي ايش رايكم ما شاء الله والله ما شاء الله امارات يا عزوز داش جينس ما اعرف صح عبد الله مرحبا شنو مواصفات فارسة احلامك اهم شيء تكون جميله يعني هي وطولها 155 155 بالضبط بيها بالضبط 155 هي يلا وزنها بعد 50 40 ما تعدى فوق تمام زين أهم شيء ما تكون كرسة صح؟ من يمك؟ من يمك؟ من يمك؟ عبد الله صحيح والله مليون نعم والله 60 نعم سلام عليكم عبد الله شيحي وياكم والله عبد الله شيحي يا هلا وغلا مرحبا مليون ولا سدا في ذمتي أنا مش أبو ظبي عبد العزيز النصار أنت فاهم الإمارات كلها أبو ظبي لا عارف أروح شارع جدبي إنسان عميق الله يسلمك والله العظيم وجودك على المسرح والله ما ينوصف الله يخليك لا وداش جنس بعد داش جنس بعد يا عبد الله داش جنس بعد هو الجنس هو الكتاب الله يخليك الله 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 ولا يسد في ذمتي أنا مواصفات فارغة أحلامي نفس عبد العزيز النصار لا مو نفسي ذوقي ذوقه بس بيننا له العبد هو فاهم غلط حبيبي عبد الله مشكور وتحياتنا للإمارات الجميلين حبيبي قواك الله أبرار معاك يا عزيز هلا أبرار هلا والله عزيز مبروك الله يبارك فيك سلمك ومواصفات الرجل الفارس أحلامي هو يكون كويتي ممتاز بس يعني قولوا فعل وعزومة قوية أيوة جميل عندي سؤال لك الله يبارك تفضلي أنا كل يوم قاعدة أطالعك وصلت مرحلة حق سؤال معين أبي أسألك إياه ويقرقع قلبي تفضلي يا أبرار بدلياتك عادي عسل بس من يعني من بدلياتك مؤخرا انت شنو ناوي توصل لك ابدش نفس عزيز موسوعة جينيس بالبدليات طفته دقوا علي امس زين يلا بدقوا علي مشكور يا ابرار مشكوره انا اعتقد ها منو محمد محمد
محمد معاك يا ابو كميل. ابو جاسم يعطيكم العافيه. ابو جاسم شلونك؟ جميل عاد. شو السالفه مستلمينك على البدليات؟ ما ادري ترى عاد يعني صدق العكس. انا نفسك ابو كميل يعني هذيك المره كنت اسولف مع اخوي يا اخي ترى البدليات ميزه ما تقدر تطلعها وانت متعمد تهقى كذي. اي والله ما تقدر اي تطلع شي بروحها يعني ما تقدر شلون متخصص تطلع بدليات. هم يمكن مو فاهميني مو بدليات بس يمكن مو فاهم. انا فاهمك ابو كميل. الله يخليك. هو يتكلم لغه الفواكه ما ادري شنو. ابي شنو مواصفات احلامك يا ابو جاسم؟ مواصف فارسة احلامك. احلامك ما يصير ذبحتنا. فارسة احلامك. الو ابو جاسم وياك. اقول شنو مواصفات فارسة احلامك؟ شوف انا بالنسبه للشكل عادي اهم شيء البنت تضحكني يا اخي. والله صح والله صح والله صح. سوالفها تضحك اسولف معاها تقطع عليها قطع عليها ما نزعل. تمام والله حلو والله ترى هذا اللي يقوي العلاقه الزوجيه. والله حلوه وشعر طويل ودمها ثقيل. ايش تبي؟ اشترك برواز احسن. صدق صدق عجبتني فكرتها. مشكور يا محمد مشكور قواك الله. انوار لا يا هلا انوار شلونك؟ شلونكم؟ تمام شلونكم؟ شلون النفسيه بهالجو الجميل؟ لا هو مو جميل وايد بس نفسيه حلوه عشان خميس والمعاش نازل. اوه اليوم الكويتيين كلهم يلمعون كلهم يلمعون. حياك المريضه. يلا يلا ان شاء الله كل اسبوع يخلص معاشك تقطين على كل شيء يا رب. لا شنو؟ يوم السبت انا اسف. زين انوار اي لا صح لا مسخت اسبوع شنو هذا؟ هذا اللي ناقص معاش ظل اسبوع. هذا اللي ناقص شرعنا يجوز. اي لا طبعا شرعنا يجوز. زين انوار نعم بحق هذا اليوم الفضيل. احسنت رحم الله والدك. شنو مواصفات فارس ايه ايه انواري؟ ما ابي اقول لك شنو الدعاء اللي تقرا اليوم بعدها. لا قولها قولها اي قولها قولها يا انوار شنو؟ الله يحفظك. قول رحم الله والدك. قولي قولي لا نوزع على المشاكل بالاستديو. قولي الله يلعن المهم. اقول لك شوف لا ما انت حرام مشاكل الحين بقال بنصر. يلا قولي. اي شوف اول شيء يكون عيال عود. اي شلون يعني يكون عيال عود؟ ما يتكلم. حلو زين وعنده بيزات. ايه خلص المعاش يوم السبت يكون هو عنده. اه تزوجي اي تي ام ماشين اريح لك. انوار يعني مشكور يا انوار مشكور داش على طمع انوار. معاك معاك نور يا ابو كميل. نور نور لايتنج. الو اهلا نور. اهلين شلونكم شو اخباركم؟ اول شيء عندنا هني عزيز ماخذ طبعا موسوعه جينيتس. مو ماخذها هو مو شايلها رايح البيت مو كانت عندي. وانا ماخذ موسوعه جينيت ما يقلل كل ما قاعد يخلل. حياك الله حياك الله نور. قولي نور شنو مواصفات احلامك؟ فارس احلامك. فارس احلامك. فارس احلامي مبيله وايد وايد وايد. مبيله شنو عاد؟ شنو؟ يعني أول شيء يعني حبيت أعلق على كلمة وسيم. يعني في ناس وايد عندهم وسيم يعني ما أدري متطلباتهم غير يعني غريبة. يعني كل واحد ذوقه. ضحكة ضحكة الوي يعني شكلها حلو. الغمازة. يعني تمام. إيه يعني كذي يعني بس يعني مو شرط إنه يكون واحد معضل وسيم. زين قاعد تمشين زين كملي. ايه ولا غلط. يعني شوف للامانه يعني في ناس يمكن تقول تبينا ممثل شنو؟ تبينا ممثل او لاعب مثلا. هو شوف يعني مو شرط ممثل بس شرط انه يكون ناجح. ناجح يعني يمكن يكون ممثل بس ممثل تو داش جنس بعد تو داش جنس في واحد تو داش جنس بلا صح كان هذا يعني داش جنس بس اللي اقصده يعني لان في ناس قاعد يسوون تكميم قاعد يخرب عليهم. صح وسامة قاعد تخرب عليهم او شيء ما ادري يعني ما تشوفين على الحين قاعد اي ليتك تحس عاد. المهم بس انا حبيت يكون يعني فارس احلامي على قولتهم يكون شخص ناجح عنده طموح يعني. نعم نعم و يعني بس يلا بس انا اللي اقصد ان انت شلون شقحتهم من سالفة كرة القدم ومدريد وما ادري منو كل شيء منوع كل شيء عندنا الديوانية عادي ترى بعد شوي نسولف عن حنا يعني عادي عاد الديوانية. مشكورة يا نور مشكورة يا نور. أبو شيخة أخوك يصبي أخوك يصبي. إي والله يا أخوك يصبي. لا تكفى مو فارسة أحلام نهائي. ها شنو؟
يمي قاعدة. زين شوف عصباتك خلينا نجزم. لا انت مغير الموضوع زين الله. زين شوف شوف انا بسالك اسئله انت بس رد علي يا اي لا. اوكي يلا. اوكي لحظه أوكي. تبيها بيضة؟ ايه. طويلة؟ لا. وزنها فوق الخمسين تحت الخمسين؟ اي شنو قاعد طالع ويقول؟ لا 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 اي قاعدة تلفت. فوق الخمسين؟ لا تحت لا يبا لا. انزين متعلمة شهادتها جامعية؟ يعني. تسوق سيارة؟ لا انت بديتنا على صخر والله. انت بنت بس قول لي اي لا. اي. موظفة؟ لا تكفى. غنية؟ نعم نعم نعم. تمتلك أراضي؟ لابد. بس مو حلوة. رسمي. داش على الطمع طحت بلسانك صدتك. لا لا تكفى أبو لا لا أبو شاكر لا. والله صدتك يا أبو شيخ اسمح لي معلش أنا أعتذر منك وما راح تأخذ الجائزة. زين أبو شيخ عندي أنا سؤال عندي سؤال الحين شيخ الله يحفظها. لا رحنا فيها. شيخ الله يحفظها. إيه. ليك برد. يعني منو الرجال اللي تتمنى لها يعني شنو مواصفاته؟ والله يتمنى لها الرجال الصالح صراحة. غني. لا هي المفروض إن شاء الله. إيه. من شتها قريب. ها ما شاء الله. إن شاء الله يا رب عسى الله يتمم عليكم يا رب ويزيدكم من أفراحه. الله يطول لي عمرك. معزومين. رسمي. ما في تجمعات فضحنا ابو شيخ. لا لا قايل لك عزوز النصار تبتسم بيتكم. شباب خلينا نقطع اتصاله اللي ودينا بداية هذا حبيبي ابو شيخ سلم سلم معك هند يا عزوز. هلا يا هند. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. يا هلا يا هلا. بالنسبه حق موضوعكم اليوم اللي هو مواصفات الرجل انا اتمنى اول شيء يكون انه اسمر هذا عندي شرط أساسي تمام. ويكون مو إلا يعني مثلاً جمال واو لا يعني يكون إنسان مقبول شنو مواصفات الجمال الواو مقبول وكمان شوي خجل ليش ما على شغلك بس بروحي الأسمر بالكويت أنا كمل إيه تفضل تمام إيه تفضل ويكون إنسان بسيط في طبعه يعني يكون وايد يعني معاملته على طبيعته بالضبط أيوة لا على سجيته على سجيته إيه تمام إيه؟ وايد عندي مهم وأتمنى يكون هالشيء موجود إنه فنان مثلاً يعزف على العود يعزف على الكمان هذا شيء حلو والله بس بتعلم والله بس يعني ها ترى معناته هو إنسان حساس فراح يختلف بالتعامل الله عيل سمعي البيت اللي كتبه لك الحين أبو كميل قل لها بيت في الغزل انت بتودي اليوم بتنوم عند ويلكم انت الله ان شاء الله ايش اسمه خاف الله يجمل ايامك الله يجمل ايامك حياك الله يا هند حياك الله ترى خاف ها لما كنت بيت شو قاعد تحقق الحين شو اقول يلا بريك ورادين فهد كميل عزيز النصار وبشار الجزاف وعلي خاجة علي خاجة ما عندنا ايدي حق اربع اشخاص ما عندنا ايدي حق فور علي خاجة موجود زين انت يعني انت فيري امبورتد بيرسون اي شنو اختصارها از فيري امبورتد انت شخص مهم جدا اختصارها ترجمتها اختصارها في اي بي نون 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 الانجليزي ام جي اسهل شغله في اي بي في اي بي اي لا هو قالك في بي ان نون نون بيرسون اخر شيء انا اخذ بالعربي النون ونون ما فيها ما يعني بدايتها بي فهي بيرسون فيري امبورتنت بيرسون فيري بدايتها في امبورتنت اي بيرسون بي بيرسون بي انت صرت دكتور الحين ما شاء الله اي صح اقول لك بشار النغم الحوار غريب بشار نصيحه خلينا نطل الموضوع اي لا ما عندي مشكله روح عرفت اللي قلته بعدين رديت قول بشار ليه اضعف حرف باللغه العربيه شنو لا لا الالف اضعف حرف شوف خذاها من زاويه كوميديه اضعف حرف اي قال لك الالف لا والله للاسف حرفي حرف النون فهد اسمي فهد مو النمر الاسمر؟ اي والله صدق دراسات في امريكا مو امريكا قصدي دراسات امريكا الجامعه العربيه امريكا العربيه لاقينا
سأل الله 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 يا كادرات يا قملوش الله المفروض يديش جنس ايش قاعد تسوي هو جنس قملوش جنس ياخذ الاثنين يعني مغترين واثنين يعني بدون غترة يعني سوي يعني سؤال زين اسلم حرف الاف هو اضعف الحروف حرف الاف ولا الاف بالعربي ها الاف يعني شنو اضعف الحروف اضعف الحروف يعني شنو يعني شنو يعني ضعفه وين شباب شباب انا ضعت لحظه ابو كميل تنهي بالاف بكميل 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 مثلا يقول اوف لحظه بشار لحظه بكميل بشار بكميل بكميل انت الحين لما يقول بشار ادري ادري بشار انا ابي افهم ابي افهم بشار والله لحظه ما عليك ايه اضعف حرف شنو اف يعني اف خليك من اف لا ايه تأفف الحين ايه شنو اضعف يعني شنو معنات ان هذا الحرف ضعيف انا سألت الدكتور ايه وقال لي الدكتور ان كله يقولون اوف دكتور شنو اف ايه السويتش اف السويتش اوف اوف إيه؟ يعني اف اضعف حرف والله عندي ال اي دكتور سائل ها اي دكتور ما ادري والله هو بس دكتور كاتب ابو كميل انا الحين لما اقول هذا اللاعب اضعف لاعب ايه لما تسالني شلون اضعف لاعب اقول لك ما يعرف يلعب باص زين ما يعرف يسكن كره ما يعرف بطيء هذا اضعف لاعب ايه زين إيه؟ الحين اضعف حرف شنو فيه الحرف شنو لان اخره نهي نهي اخره نهي والله العظيم هذا اللي قال لي لحظه 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 انت اول شيء قلت باللغه العربيه اي اللغه العربيه الاف بالانجليزي الفاء بالعربي ايه لا بالانجليزي خلى انا غلط بال ها طلع الفاء هو فاء الفاء اف اف بالعربي ما يقولون اف شو يقولون فاء فاء حرف الفاء هم مو متعود تو يوم يقولون حرف الفاء الف باء الدكتور هل داز لي وين هذا اخاف داز انجليزي لا داز لي عربي بس قال لي شنو؟ ايه انه ما يعني يمكن غزه مو يعني مستهلك لا بس يعني يعني ما ادري ليش داز لي يعني ما ايش يقصد صراحه زين اقرا على الراحه ايه ايه يقول لك هني عندنا وقت عندنا وقت الله يخليك ايه الا نعرف المعلومه مالت الفاصل انا ذبحني الفضول وعندك ميكروفون ايه ايه انا يقول لك هني ما هو اضعف حرف في اللغه العربيه زين دكتور يعني سالني ذات يوم يعني مو انت سال الدكتور هذا سال نفسه هذا سال نفسه يعني ايه وانت إيه حق خليك يعني إيه نفس الشيء المساله بيقول نفس الشيء صح صح صح, صح, صح إيه زين قال طيب سوف اسالك سؤال ما هو اضعف حرف في اللغه العربيه السؤال بصراحه كان مفاجئ لي وكان لا ينفع المهم هو قال كذي قال حرف الاس ولا حرف الواو المهم ابتسم ابتسامه قال له يا صاحبي قلت لو بشغب المتعلم اذا لم يكن مو مش عارف ايش كذا قال اضعف حرف اللغه العربيه هو حرف الفاء ليش هني الحكي ولذلك اختاره الله سبحانه لينهانا به عن حقوق الوالدين فقال تعالى فلا تقل لهما اوف اوكي هني اوكي الحين صار في مبرر حق الموضوع اي اساس حق الموضوع انت اللي قلته كله سويتش اوف وما شنو هذا كله ما له شغل ما له شغل ما له شغل انزين فوق هذا ابو كميل في فانزات موسوعه جينيس والشباب قاعد يسلمون عليكم هنا يا يا وين هني قاعد يسلمون لا احنا هذا احنا لا لا شوارنا ما اشوف سلم عليهم ما يسلم سلم انا وصلت سلم عليهم انزين مشكور ابو كميل مشكور ابو كميل عرفت عرفنا الحين تفضل اخوي عبد الرحمن وحيد هذا كان رئيس اندونيسيا اوكي لا مو هذا كان رئيس اندونيسيا من 99 ل 2001 ل 2001 سنتين حلو سنتين يقول لك هذا كان معروف انه ينام اثناء الاجتماعات اوكي حلو يقول لك مره طلع على التلفزيون بيقول خطبه بنص الخطبه كان ينام ايه هذا رئيس هذا خبر وانتم كيفكم رئيس سام اذا تبونه فرسل بيقول خطبه ها يخطب مو بيقول خطبة يلقي نعم نواب اي نواب الرجال اي والله اي والله اي وبعدين بس قاعد اقول اذا تبي فرسل هذا السؤال يعني اوه هذا السؤال حكم سنتين بس حكم سنتين ونام ما كمل ما كمل زين يعني علاقاتنا الدبلوماسية بتخربها ان شاء الله خبر كورونا اللي قال علي والله انا عندي خبر نفس خبر بشار ما قول ها ما له اسمه قول قول اليوم كل اخبارنا فرصه قول الخميس اليوم حبيبي دعايه اللي قاعد تسويه بس الجرس بعيد لا للبيع للبيع قاعد اقول لا سالفه للبيع اوكي اسلم ها سالفه للبيع مو انه اوكي يقول لك الياهل وين يعني اكثر مكان يضايقه لما تبوسه خده لا خشمه لا ولا رقبته ها علي باقي انت طلع والله موضوع لا اذنه 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 شنو انت تستعطني بقولها شا تقولها انت ايه اذنه ليش ليش لان البوسه تشفط صح في شفط هواء يا سلام فاضي لا لا على اذنه لا مو قاعد تشفط بلا
يمكن فيها فيها على طفل رضيع يمكن رضيق رقيق على الرضيع يفرق على طبقة الأذن الرقيقة مما تؤذن حامل بها تسمى بالإنجليزي زين كله بالإنجليزي تؤدي هذه القبلة إلى فقدان السمع بشكل دائم يعني تشفط طبلته إيه وحدوث مجموعة كبيرة من أعراض الأذن المثيرة للقلق بذلك الرئتين والحساسية تجاه الأصوات والتشويش وقد يصاب بالصم في أذن واحدة مباشرة بعد التقبيل لا تبوس الياهل على أذنه بس الياهل لا تبوس على أذنه حبيبي وش مودينا نروح نبوس الياهل على أذنه ويها كامل يعني في ناس إن شاء الله قريب تصير يد إن شاء الله يا رب يا ربي بعدين إن شاء الله صدق أصغر يد بالعالم تصدق بكمين تصدق بكمين أنا راح أروح واحد عمره 50 سنة صار يد عادي يعني مو سالفة في ناس من 30 عادي وكميل أنا راح أروح حق أحفادك وأقول لهم تاريخك كله إيه والله مشرف كله إيه والله كله حتى اعتزالك بوريهم إياه إيه والله إفهاتك لزماتك إيه والله كل شيء ما راح أخلي شيء عشان يعرفون بدلياتك كل شيء حلقاتك مالة الديوانية كله بيجمعها أشعاري ها أشعاري زين ها الحين قالنا عن وحيد عبد الرحمن ما ادري عبد الرحمن وحيد إيه؟ قالنا عن قبلة الاذن ايش عندك من قال لي اعرف مثل علي خاجة اني anyway. إيه؟ إيه؟ انا اليوم طبعا علي خاجة سلمني الامانه انا اليوم بالاشتراك معه اي اليوم دوري بالاشتراك معه والمجالس امانات حتى اسمي مو موجود بالايدي هي طبعا اخر شيء المجالس امانات فانا لازم ادي الامانه تفضل يقول لك علي ذاك اليوم قال لنا الله يذكره بالخير ايه على موضوع فارس كورونا ها على موضوع مصابي فارس كورونا أيه. يقول لك مسارات خاصه لمصابي فارس كورونا بلجان الاقتراح انتهت اللجنه الحكوميه المشكله من وزارات الداخليه ومجلس مشكله 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 هي مشكله مبين شايف الجمله مشكله ان شاء الله مو مشكله يعني. لا ترى أيه. بالطباعه ما ش... مو أيه. ما في حرف الشين أيه. انتهت اللجنه الحكوميه المشكله أيه. من وزارات الداخليه ووزارات المؤسسات والعدل والتربيه من انجاز خطه مشاركه الناخبين المصابين بكورونا حلو في الاقتراح المقرر من 5 ديسمبر المقبل حلو. والتي تتضمن تحديد مسارات خاصه لهم في اللجان الانتخابيه وقال مصاد انه لا المصابين سيدلي باصواتهم في المدارس التي وزعت عليها اللجان الاصليه والفرعيه بالدوائر الخمس وسيكون التعامل معها حلو التنوع في الطبقات برافو الحين برافو. يعني شنو يصوتون يصوتون حاجم كورونا أيه. لهم مسارات خاصه لهم مسارات خاصه مسارات. طبعا نفس المدارس ما ادري للحين ما هذا انا تصدق امس قاعد طالع بعض البرامج وبعض اللقاءات في محللين حق الانتخابات قاعد يقولون احتمال ما ادري ان نسبه التصويت تقل السنه هذه بشكل كبير خوف الناس من المرض وايضا خوفهم من اللي فيهم كورونا ورايحين وارد جدا وارد جدا اول شيء الكبار بالسن يمكن يكون عندهم تحفظ على المشاركه مو الكل طبعا بس بعض الكبار بالسن ممكن يخافون من روحه مساله ان ما اعتقد انه بيخلونهم بنفس المدرسه يعني يمكن المصابين بيخلونهم بنفس المدرسه ما ادري ما يحبوننا والله شو الموضوع يعني اعتقد انه المفروض يكون صعب يكون الكتروني تصويت الكتروني ماكو شيء دستوري ما دستورك ما يسمح يعني. احنا نتعامل مع المعطيات المفروض نتعامل ويا المعطيات لازم تغيير تغيير بالدستور كامل تغيير بالقوانين المنظمه في تفاصيل وايد يعني ما تصير ما راح تصير ما عندي بما اني انا يعان خلينا نتكلم عن الاكلات شوي تكفر. على طاري الاكلات إيه؟ دامك اما مطعم اخوه الله يستاهل والله ترى داش قنيس معي لا لا يعني الحين خليك من جوده الاكل وكذي هذه سالفه لا اليوم خل اقعد عادي دقه المواعيد لا والله ايش رايك دقه المواعيد والله حار انا كلمته الخميس قلت له ابي اليمع الساعه 3 عند البيت كلمتهم على اي رقم شنو قصدك مطعم المتين المشكله رقمه ايوه انت بتضح نفسك عزيز لا فدقه بالمواعيد ايش رايك والله الساعه 3 الساعه 3 وصل حار اهم شيء وصل حار زين لا تجيني بعصبيه زين وذاكم هدفنا زين لحظه انا احتريت ترى انتم مره كليتوا هني وحين علي طلب انا طلب دافع انا دافع لا انا بدفع اي اوكي لا لا عفو عليك ما عندنا والله عزيز تم والله يوصل والله عزيز بلاش لا 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 مكشف بلاش ما له خوف لا هو ما اكل ذيك المره ما اكل ذيك المره هو ما ايش نسوي يعني وانا ما اكل ذاك المره بعد منو اللي اكل ما اكل ما اكلت ما اكلت لا ايش رايك لحظه خلي عندك والله اي عندك ونطلب بس خلاص وتدفعون والله ندفع تستاهلون والله شباب والله لحد عندك لحد المغربيات انا عندك خويا بشار الحين لما تقعد الديوانيه مثلا انا صار فيني وايد هالايام
بطلب عشاء هذا يقول ماكل دياي، هذا يكون ماكل لحم، هذا يقول ابي برجر يعني، وبعدين يعني. سبحان الله مطعمنا كل شيء. ايوه اي باص اي باص. هذه 30 ثانيه قصها ونزلها. استخدمها. ايش رايك فيني يا عزيز؟ لا تستاهل. كل شيء موجود. لا لا عند ما تتعب. عندكم باستات موجود، لازانيات موجود، همبرجرات الله، مكابيس موجود. بس انا يوم اللي قاله مو موجود. انا يوم الجمعه ان شاء الله، يوم الجمعه ان شاء الله، ان شاء الله والله ان شاء الله. بس تنوع. لا لا جوده والله الحمد لله. الف عافيه علي خاطر. انا تحيه لاخوك. تحيه لاخوك علي، ترى ذوقك يعجبني. ايش رايك بالطعم؟ بامان. اي لا لا انا بعترف اعتراف، انا بعترف اعتراف يا شباب. صج علي خاجة ترى ذويق بالأكل. أيه. والله أيه. وما يجامل. أيه. لا ما يجامل يعني. مرة رحنا مطعم بربع طلق كان يوقف. أيه. ما حب يعني بطل تلفون. بطل تخدمنا. زين ربع طبق ما كمل. زين كان التفت على علي، قلت له علي ايش فيك؟ غمز لي الحين الأونر مال المطعم موجود. اي غمز لي. كان يقول لي مو حلو الأكل. ليش علي؟ مو حلو الأكل. اي طلعنا من المطعم رحنا مطعم يعني. ترد علي يم تك تك صح؟ ها؟ يم تك تك رديت. ليش؟ يا عسعس الغلس قاعد تسويه. لا والله بعيد. والله ليش يغمز؟ لا والله ذويق 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 صدق ذويق. صدق ذويق. اي والله. زين. زين. عندنا الفترة الدينية بعد دقيقة. ايه. بعد دقيقة فترة دينية، فإذا بتقول شيء أبو كميل تقوله بأقل من دقيقة. باختصار يعني. يا ريت. والله عليك. والله أنا عندي أشياء وايد على اللي بيها. وليش داش الواتساب على ربعك بتقول لهم عندك شيء؟ شو شو؟ كمل داش على غالي يا يبو. يلا قول عشان بقول لكم خبر يا اخي. ايش فيك؟ خلصت دقيقه للحين ما قال شيء. لا 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 الله باذن. الناس قاعد توضح. يقول لك يقول لك هني بشار. لا هذا قاله بشار شو ما قال لي قديم هني اخر شيء. لا 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 أذان بخمين فترة دينية بعدين اقتحم انطر. يلا الديوانية مع بشار الجزاف، عزيز النصار، وفهد كميل، وعلي خاجة. إيه لأنا مو موجود بالآيدي شباب، خلنا نعذره اليوم. ماكو مكان بالآيدي شباب، ماكو مكان. صدق أنا تعود أن على اليسار. إيه يعني أقعد هناك على اليسار. الحين على اليمين رقبتي ذبحتني. تعال بس زين يا جماعه في بس ذكر هالموضوع ثلاث الاربع صح. في 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 بس يعني بنوه على شغله بسيطه. بما ان نما على علمك نما نما نما. اي والله بما ان الجو بارد صار وحين القطاوه بالشوارع ينامون بالمكاين، فقبل لا تدق سياره سلف طبطب عليها تطلع القطوه عشان لا ولا ايه عرفت. حرام حرام. ايش مدخلها بالماكينه يعني؟ بعد دور مكان دافي تنام فقيره. في شيار فيه. قطاوتنا غير عن برا ترى. قطاوتنا غير عن برا. دير بالكم الحين فتح الشهيه. شنو فتح الحين؟ لشته فتح الشهيه. فعليكم بالقرفه. شنو شويه القرفه؟ السينمون. ايه قرفه قرفه مو سلمون. مو سلمون سينمون. سلمون عليكم. لا يبا القرفه مو سلمون. شنو القرفه؟ انا سمعت هالقرفه بس ما شنو هي. نوع من انواع الخضار الظاهر. لا لا القرفه القرفه السينمون صح. سلمون دارسين دارسين. سلمون سمكه ما لها شغل. سلمون حبيبي في محل بالزاويه قريب والله. ايه فتسد الشهيه يعني؟ لا ايه تسد الشهيه قليل بسيطه يعني. يعني شيء بسيط تاخذون منها والله. لان صدق والله ترى الحين لشته يوه خصوصا لما تروح مثلا اماكن شاب او كشته تاكل الدنيا كلها بجدر. والله العظيم فالقرفه هذه اللي هي سلمون هذا اللي يحطونه على الهريس. الهريس ايوه اللي يحطونه. اي هذا هذا دارسين. قرفه باللغه العربيه. انت تقول لي سلمون اقعد اقول لك بالانجليزي. سلمون بالانجليزي الموضوع ترى وايد خذا وايد. هو سنمون يقول يعني هذا القرفه يدشون جوجل قرفه اخذهم عشان صدق والله ترى الحين بالشتاء يعني تشبع هي ولا الدفي يعني ما تخليك تاكل. شنو ايش يصير بالشتاء؟ بالشتاء لا الاكل علي الاكل يصير حلو بالشتاء. والله انا احب اطبخ بالشتاء. المشبوس اللحم المشبوس يعني جميع انواع المموش المربي المموش مطعم عزيز. فايش نسوي؟ والله المربي فايش نسوي؟ لما تروح كشته تحط هالصباط. شو نسوي؟ شلون ناخذ قرفه؟ تاخذون قرفه. اي قرفه 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 ويعني امورنا امورك ما ناكل وايد يعني. هذه ترى اوصت فيها دراسه امريكيه العلاجيه.
اي ان شنو للقرفه ان تاخذ ربع شوي يعني متى قفشه قفشه متى ناخذها صباحا مساء ما ادري عاد ما دشيت وايد المهم تاخذ قرفه هذه شو تسوي يعني اذا خذيناها سد الشهيه شويه يعني ما تخليك تاكل وايد يعني ما تخليك تاكل بدا تاكل ليش متى يصير لك الوايد ها الاكل متى يصير وايد يعني لما ما تاخذ القرفه قعد له قعد له قعد له قعد له قعد له قعد له الحين قفشه ولا سامحها من دكتوره حنان واحده اسمها دكتوره حنان اي صراحه كتبتها ونسيت الورقه زين فمفروض اوثقها بالتليفون عشان كذي نسيت القرفه شلون شو تسوي والله فباكر ان شاء الله فالحين عقب هالسالفه ما تدري دارسين شو يسوي دارسين هو نفسه ما ادري قرفه اي ترى شو المصطلح قرفه بالعربي شو تسوي شنو القرفه اي شو تسوي القرفة هي نوع من يعني أنا حسبالي مثل الجرجير وهذا ايه حسبالي شيل القرفة طلعت مو كذي طلعت أنت قلت الحين قلت سنمون ايه ممكن ندش على سالفة عزيز لأن علي ذبحني يا بلشت يزيد الأكل لا قعدنا لا رسمي يعني لا صيف ولا استا يعني احنا عادي عندنا لا الموضوع الدارسين يحطونه مع الاطباخ يعطيك نكهه حلوه يعطيك طعم حلو مع الهريز يعطيك طعم حلو تحطه فوق الدياي يعطيك طعم حلو ترى حتى الاكتئاب عليك بالسلمون سلمون منو اذا ياك اكتئاب اذا اكتئبت انت مكتئب الحين مكتئب فاخذ لك سلمون لسمكه اي سلمون أي. اللي ياكل الدب سلمون يا شوفك كله مستانس او بيضه أي. او سمكه يعني اذا ضاق خلق ياكل يا بيضه يا سمكه يا سلمون يا سلمون حتى الموز يقول لك زين اي الموز الموز في في في, في فيتامين معين تعرفه البوتاسيوم بوتاسيوم ترى لا استغفر الله انا جوابي غلط اذا نقص اذا نقص حرف انحرف اذا نقص فيتامين الدي ايه اخذ سلمون ايه عشان لا ينقص بلشت فيتامين الدي ايه لانه ماكو شمس ماكو شمس كلام فدائما تاخذ سلمون يحميك لان في اشعه شويه في داخل في اشعه داخل في اوميجا 3 اي اوميجا 3 منين يبونه صدق انا درست برو اعطوني هالسؤال بس نسيت زين الاوميجا 3 الاوميجا 3 وين دائما يبونه يعني من وين يبون اوميجا 3 من الاسكا الاسكا اللي فيه الدب اللي فيه الدب اي مو من السمك مو من دهن السمك دهن السمك اللي ذاك يوم قلتها اي صح دهن السمك اي فهم يروحون يكلمون الدب اللي اكل السمك ويطلعون انه صح وكمل الخس شنو فوائده الخس شوف اقول لك شيء الخس من انواع اجود انواع الفائده تدري ليش يقول لك اول شيء يحمي القلب الخس اي ويهضم وفي الياف وفي الياف الياف معدنيه الياف جافه الياف يعني الخس يعني شيء الياف معدنيه إيه. يعني تاكل تطلع 100 فلس انا اقول نطلع برك انا اقول برك لا ذبح الديوانية مع بشار الجزاف عزيز النصار وفهد كميل فاحنا خذينا معلومات طبية مفيدة إيه؟ وخضارية وفواكهية بس جات المعلومة الأكيد إزالة إيه؟ شحوم البطن من البطيخ إزالة البطيخ الأحمر ولا الأبيض البطيخ ولا الأصفر البطيخ الأبيض إحنا نقول رق هنا إيه؟ البطيخ اللي هو الجح لا مو الجح بطيخ الجح هو يقوله بالسعودي رقي إيه البطيخ زين البطيخ تأكله إيه يزل الشحوم يزيل مو يزيل الشحوم إيه عرفت شحوم يعني أرن ليل نهار ليل نهار أكل مشبوس عادي كان معاكم أخصائي التغذية الدكتور فهد طوفة تعال كيف شلون الدايت ولا خلاص عاد عقالي والله شوف إن شاء الله يعني نويت صد عاد السبت ليش غيرت لأن الحين ويكند جو حلو وبطلع على الأهل زين السبت الجو شلون ما يصير هم ياكلون مشبوس لحم انا تلقاني ياكل سلطه ما تنفع ما ينفع وياك فعندي انا تحيلك من البطيخ كيوت عندي كيوت كيوت كيتو 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 بسويه ان شاء الله يوم السبت بتبلش كيتو يوم السبت شنو نظام الكيتو ابو كميل ما ادري والله انت بس تبي تاكل
شنو لا لا وصلت مرحله ان شاء الله خلاص يعني انا جسمي كان رياضي وكذي فأمر ما يعني يعني عمري ما شوف 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 جسمي كذي انا كذي جسمي قبل انا قبل غزال وما يصيدونه والحين ايه كل غزال يكبر الحين سعيد العوران يا حليله تعالي قبل سعيد عارفه ابو علي لا تخاف ايه صح شافها تصدق والله ما حد مخرب علاقات بدوانين هذا عزيز تعال على طاري الشباب الرياضه ذاك اليوم قاعد اسولف شنو ماسك خسه على الاسانسير صادق ذاك اليوم والله شنو اكل شويه ليش تاكل كثير قطعك لا قطعك ذاك اليوم انا صورت الاعلان هذا حق قطعك ذاك اليوم واحد نازل لك من الدري ايه هذا صورته مع الله يرحمه محمود ناصر الله يرحمه بس سوينا في الاغنيه حق ايه حق حتى الولد بس حلوه ترى هي مو سيئه الله مشكور مشكور والله ما قصرت يا ما قصرت والله يا ابو بشار مولنا اي شيء دش لنا في مره علي جايب شيء لنا ولا مره ولا معقمات معقمات يبي يموتنا مبشر ما ادري ايه معقمات والله العظيم شنو على جد والله من اول ما الديوانيه شنو قلت لنا وايد اشياء والله شنو وايد الفطاير مره الفطاير قالت انه ذهب يعني نثرها بعد ايس كريم اي صح لا ايس كريم كم كلفه ثلاث دانير كمل مو بالقيمة مو بالقيمة لا أنا شو معنوي تبي بالقيمة معنوي رد على الريال يبي شيء بالقيمة يبي شيء بالقيمة حاضر هيبك شنو خلاص هيبلك شيء بالقيمة تعال عطاني مصباح صح عطاني تعال ذاك اليوم أنت حاطين بالصورة فيها تليفون قايل له مشكور بشار أعطاك تليفون منو اللي شنو ما فهمت أنا أنت معطيه ولا هو معطيك أنا مو فاهم شو السالفة اللي حطيت صورة ما أدري شنو فيها تليفون لما قلت لك لما اللعبه اللي انت خلصتها كان اقول لك انت ماخذ صوره من جوجل شرالي ليجو ليجو دعايه طق الجرس طق الجرس حلو طقيت الجرس شرالي وركبتها وصورت انت مو اي شيء نحطه بالجروب تقول على الهواء اتمنى خلنا نسال الناس اليوم وين بيروحون يوم الخميس خلنا نسال الناس اخر ثلاث دقائق حبيبي قاعدين ليل اربع احنا خلنا نسال الناس اليوم وين بتروحون يوم الخميس هل تروحون حديقه الشهيد يلا ها تعطيهم الاماكن اعطيهم الاماكن ترى حلوه حديقه الشهيد او كشتات لا والله خلنا نسويها كذي ايه انت وين تروح من الاماكن العامه هذه يوم الخميس عشان اكيد جمهورك راح يجيك انا اللي ما انا فيني مرض مزمن مع حديقه الشهيد فبتروح حديقة شهيد أنا دائما أروح حديقة شهيد أحبها صراحة الأجواء هناك حلوة وأحب المارينا أكثر شيء يعني مجمع المارينا وايد أحبها صدق لما أدش المارينا ما أدري إيش يصير فيني يعني ما أدري عندك قصيدة عنها كأني مو بالكويت عندك قصيدة عن المارينا عندي إيه عندي أفعالك يلا أقولها الحين يعني إيه أقول لك المارينا والجو 25 إيه ونور الشمس ما بين صاحي ونايم إيه لو المارينا لو تنزل على القلب 60 تبرى نسانيس الهواء من جراحي. نزل 25 اعتقد انت عجبتك بس ما تبي تصفق تبي تسوي لي انا ما صفق بس قصيده هذين اللي قاعدون اول سطره اي خلاص الجيمس جاك قول لي قول لي جيمس جاك 25 شنو كان؟ الجو حرارته 25 نور الشمس ما بين صاحي بس درجه الحراره الحين اقل ها؟ اقل 27 شوف 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 خرب الشعر كله يحاول يعذب يحاول يعذب اليوم انت وين بتروح الخميس؟ اليوم الخميس بالبيت ما اطلع انت والله انت. تحب القعده في بيتوتي بالبيت بالزمان يفتح مواضيع الساعه 3 اشياء عموما خلاص بيقول شيء من انا؟ عزيز قول دام مكان مفتوح الحين صار الجو حلو خل نروح وين؟ الشهيد نبث من هناك اوكي زين بعد الشهيد وين نروح؟ نتغدى في قدامه مطعم قدامه والله غدا علي ها نعم خلنا نسأل الناس شنو الأماكن السياحية اللي تروحها؟ يا ولد على يبقى في أمان الله نشوفكم يوم الأحد سلام عليكم